مازال في هذا الوقت كتهضر على التشيق، مازال باقي كتشيق، مازال كتزيد تأمل البشر. انا راه الماء ما كرهتش نغسلو عاد باش نشرب، وانت مازال كتهضر لي على التشيق. ما بقاتش الثقه في هذا الوقت، ما بقاش شي حاجه سميتها الكونفيونس، لا مع الصحاب، ما كاينينش الصحاب. باش نكونوا فاهمين ونسدوا هذا الموضوع والناس تزيد تفهم، راه ما كاينش هذا صاحبي ولادي صاحبتي، راه جامي كاينه الشيفة، راه تياكلوا مع بعضياتهم وكينافقوا بعضياتهم وكيهضروا في ظهر بعضياتهم، راه تيهضر معاك وياكل معاك وتيحفر لك وتيدفعك الهاوية. راه كاينين الناس راه جامي كتخاف منه، راه ما كايناش الثقة نهائي، راه بزاف ديال الامور اللي غادي نعاود منها. مثال، كاين شي ناس كيديروا العراضات كيوكلوا عباد الله وتيخرجوا تيبداو يقشروا فيهم، كليتي في دارو وشرب شي في دارو وخارج كتهضر فيه، فين هي الشيخ؟ كليتي طعام فين هي الشيخ؟ عندك شوف شي واحد تيضحك لك وتيعنقك تقول هذا راه خويا، راه اللفعه كتعنق الضحيه غير باش تخنقها عاد باش كتقدر تقصيها. رد بالك، راه ما كايناش شي حاجه سميتها ثقه ولا هذا صاحبي وتامن ليه. عندك يضحك لك ويقول لك انا خوك وتقول صافي هذا هو خويا، رد بالك. عندك دير هاد الغلط اللي داروا بزاف ديال الناس، تقدر انت تبان لك الصوره والضحكه والنفاق والابتسامه، تقدر تامن وتشيق، ولكن عندك ولد الناس راه من بعد غادي تندم واحد الندم كبير وبزاف. علاش؟ لان هاد الناس ما فيهمش ثقه نهائيا. كيفاش الله سبحانه وتعالى في القران كيقول لك ان في ابنائكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم، فاحذروهم، شدد عليها يعني اكد عليها، احذروهم. هذا ولدك وفرحتي به ودرتي ليه سبوع وكتقول ولدي ولا بنتي، وفي الاخر كيطلع عدو ديالك وعاد باش انت كتهضر ليا على البراني. ياك دابا العلاقات اللي كاينه هي علاقه المصالح، فيك مصلحه يهضر معاك واخا ما يحملكش واخا باغي يحفر لك، ولكن الى نتايا ما فكرتيش بعقلك مزيان غادي تلقى راسك ضحيه. رد بالك، هادشي ما كيعنيش انك ما تهضرش مع الناس، هادشي ما كيعنيش انك نتايا تيفيتي الناس، لا، كل واحد لزم معاه الحدود ديالك. رد بالك منه، راه شحال من واحد صاحبه دار ليه السم في القهوه، دار ليه تفر في المخدرات في جوان، دار ليه بزاف ديال الامور. ويلا رجعتو لي زيستوار ديال شوف تيفي غتلقاو بان شحال من بنت صاحبتها نهار العرس ديالها دارت ليها لاله ونعم سيدي، دارت ليها السم ودارت ليها السحور. شحال من وحده دار معايا على الثقه، شحال من مره كتسحر راجلها، فين هي الثقه؟ نفس العشاء، نفس الفراش، نفس الدار، نفس السقف، وسحرت ليه. كيفاش هذا الله؟ شحال من واحد خشى الخوف، نفس الدم، نفس الام، نفس الاب، نفس كلشي. اش غادي تقول لي انت مازال على الثقه؟ اش تقول لي مازال كاينين ولاد الناس؟ شافق معك ولكن قلال، ولكن انت باش غتعرف هذا ولد الناس وهذا ماشي ولد الناس؟ بجوجهم كيعاملوك نفس المعامله، وبجوجهم كيقولوا لك انت خويا، واش عالم شنو في القلب ديالو؟ قال لك راس بنادم مستحيل تعرف اشنو فيه، مستحيل، من سابع المستحيلات انك تعرف اشنو في راس بنادم. راس بنادم اياك وثم اياك تشيق بالهضره الزوينه والكلام المعسول، او انك تشيق بالمعامله. راه كاين اللي عنده غير عاده، راه قال لك ماشي كاع اللي داخل الجامعه كيصلي راه مؤمن، راه كاين اللي عنده غير عاده، وماشي كاع اللي مشى الحج راه عفى الله عما سلف، راه كاين اللي كيمشي يجيب غير السميه. رد بالك خويا، راه الشيطان كيلبس ثوب البشر، اياك ثم اياك ثم اياك. قال لك الله في القران سبحانه وتعالى اذا نزغك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله، غادي يمشي الشيطان، ولكن شياطين الانس صعاب. ملي كنقولوا شياطين الانس يعني البشر، فيهم الشياطين، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم الزوين وفيهم الخير. رد بالك، راه ولينا كنشوفوا الحسد حتى في العائلات، ولينا كنشوفوا مرة
بغات ولدها يكون حسن من ولاد خواتاتها كاملين، وإلا واحد خرجها بحسن من ولدها كتبغي ليه العذاب وكتبغي ليه السقوط. تخيل معايا وتقول لي هادشي ما كاينش، نعرفك مريض، نعرفك انت ما شفتي ما تشوفش في الحياه. وبزاف ديال الناس غيكتبوا لنا في لي كومونتير كيفاش هاد البلان، واش هادشي اللي كنقول بصح ولا غير كذوب ولا اشنا. ردوا بالكم وراه ما بقات الثقه نهائيا. والا اش غادي توقع؟ راه مثلا مؤخرا كنا مشينا معروضين عند واحد السيد كيدير البيرجي المو. السيد هذا تبارك الله عليه حط لهم بزاف ديال البسطيله، حط الديسير، حط كلشي، غير خرجنا بداو كيقردوا فيه. فكر فهم سطا حماق السيد، انا ما شفت عليه غير هو غيعرفني داوي عليه يعرف راسو ان شاء الله فيهم مزيان. شوف ما كايناش الثقه، ما كايناش الثقه. ونقول لك امشي على الثقه، قال لي كيسجل لك ما فيهش الثقه، قال لي كيعاود لك على فلان ما فيهش الثقه، اللي قال لك يقول لك، واللي جاب لك الهضره يديها لك. رد بالك، ما تقولش هذا صاحبي راه صاحب المصالح، والله ما في المصلحه لا دوا معاك ولا مسكك ولا عارفك شي شكون انت ولا شكون كاين ولا هاد. كاينه المصلحه، هذا ما هذا، هذا لا. فهمت شنو جبت نوصل لكم الاخوان؟ ردوا بالكم وما تشيقوش. كيكونوا جروب ديال الواتساب كيشاركوا في شي واحد، كينوض واحد منهم لانه هما مجموعه من الخوانه، مجموعين كيقشروا في واحد الانسان ولا شي حفره ولا يديروا شي بلان، كينوض معاهم واحد لانهم هما خوانه ضروري ما يكون معاهم خائن، حاجه نورمال. ما يمكنش ولاد الناس كيتجمعوا مع ولاد الناس، ولاد الحرام مجمعين مع ولاد الحرام. فيما يبان لك شي ولد الحرام مجموع مع واحد الكليكه ديما، ماشي مره ولا جوج، ديما مجموع معاهم، عرفوا حتى هما ولاد الحرام مجموعين على الخضر. وخصك تعرف الا بغيتي لخوك المضره غيجيبها لك الله، بغيتي ليه العذاب غيجيبه لك الله، بغيتي ليه التماره يقول لك الله. رد بالك وعرف شنو كدير وشنو كتقول. حنا راه ولينا في واحد الوقت اللي فيه الخضر، عندك تمشي تاكل مع شي واحد ويعطيك شي حاجه تاكلها، شحال من واحد داروا لي الزاج. اسمع مزيان اخونا، اسمع مزيان الهضره اللي كنقول لك، راه ما يقولش شي واحد، داروا لي الزاج في القهوه، في القهوه. الا كنتي جالس في شي مجمع وخا يكونوا عائلتك، انا كنقول لك وخا يكونوا عائلتك، نطي وخلي شي كاس ديال القهوه رجع شي ما تشربش. سالينا ديما كليتي مع شي مجمع، كل من المجمع اللي كياكلوا مع الجماعه ياك ثم اياك يحطوا لك شي جهه دوره، شكون على بال. ديما كل مع الناس اللي هما كياكلوا في الجماعه، ما يعطوكش ماكله بوحدك وتاكلها، ما يقولوش لك هكا شي خلينا لك حقك، راه الا مشيتي تمشى لك الدجاج في الدجاج ديالك ضاعت لك حياتك، ضاع لك عمرك، راه هذاك هو التوكال. وردوا بالكم، ما تقولش لي لا انا فرده ديالي، نو. قال لك من لا خير فيه لاهله لا خير فيه للناس. انت كيفاش وحده ولا واحد اصلا مسخوط والديه غتشيخ فيه انت؟ بغيت نعرف انت جاوب راسك، كيفاش واحد ولا وحده مسخوط الوالدين وغتشيق فيه انت؟ جاوبنا، ما عندك ما تشمتم عليا. الواقع دخل بنادم لدارك، دخلو مع وليداتك، دخلو مع عائلتك ويدير لك المشكل. رد بالك اخويا، ما كاينش حاجه سميتها اشتركنا الطعام، راه كان فيه الجوع، الطعام راه بلا ما نقول اش دار، كان فيه الجوع راه غياكل حالو بحال الكلب. وعلى ذكر الكلب، شحال واحد يقول لك الكلب وافي، الكلب وافي، منين وافي؟ اش من وفاء كتهضر عليه؟ اش من وفاء كتهضر عليه في الكلب، في الحيوان، في الكلب، خصوصا الكلب. الكلب كتكون مربيه، كبر معاك، ضرب معاك 10 سنين 7 سنين، كيديه يربيه واحد كينساك مشى. هذيك هي خدمته، الكلب هذيك هي الغريزه ديالو. تقدر انت ديرو عساس، يقدر يديرو واحد اخر عساس، مابقاوش كذبوا على الناس ان الكلب وفي. هذاك اللي كيولفو كيبقى مولف، نحيدو نمشي نجيبو واحد اخر يولف واحد اخر ويدافع عليه نفس ما كان كيدافع، وبقاش غادا. علاش كيقول لك الكلب كيبقى كلب؟ ديما بغيتي تعطيه الوفاء سمي الديب، لان الديب لا يروض، وحتى ان روض لا ينسى غرائزه، والديب مرضي والديه.
والديب ما كيخلطش شي بحال الكلب. مابقاوش تكذبوا على الناس وردوا بالكم. شي اللي كنقول لكم راه ما بغاونيش نقولوا لكم، ما بغاونيش نقول لكم ردوا بالكم. ما كايناش الثقة جامي جامي جامي. والله إلا جيتي تاول للخير، ودائما بغيتو تنجاو، حافظوا على الصلاة ديالكم، حافظوا على الاستقامة ديالكم، حافظوا على القرآن، حافظوا على قراءة القرآن، وما يضركش شي حاجة بإذن الله. ولكن لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، ردوا البال. هادشي اللي كاين إخوان، والله يسخر لكم الأمور، الله يعاونكم، والله يسر عليكم، آمين يا رب العالمين. وخلونا في لي كومونتير شنو بان لكم في الشيء.